عليكم شباب، تحياتنا لكم. عندي 3 قطع أليفات. هاي وحدة، هاي نثية أليفة مضمونة، هاي مبيضة مرتين بهذا الموسم، ألافتها هم حلوة مثل ما جاي تلاحظون. بعدني ما مجرب يطلعن أو ما يطلعن، ما جربت، بس جربت إنه ياكلن الإيد، والألافة هاي واضحة، هي شوفوها. هاي رقم واحد، مبيضة مرتين، لسانات بها الصحيحة وبها تلقين. طيارة ما تسكت، حرورية نار. هاي الثانية، هاي الثانية هم طيرة، هاي زايفة للأخير بس ما مبيضة. باعوا شلون زايفة؟ شوفوها، هاي زايفة نار، يعني شوفوا الطيرة الوضعية مالتها منتهية. هاي قلابية طبعا صوتها حلو قوي ما تسكت، بس ابو الرقي ما خلانا نصورها، يعني كل ما افتح كاميرا وفات رقي رقي، كل ما افتح كاميرا وفات رقي رقي، ما انطاني مجال ابد اليوم. المهم تغريدها حلو قوي ما تسكت نهائيا، وهاي الالافه مالتها هم جربتها تاكل من الايد، شوفوها وزايفه منتهيه يعني الاخير كلش قافله هاي. وهاي رقم واحد، وهاي رقم اثنين. رقم ثلاثه، مخلف تخريج بدراوي. الحنجره مال الاول، حنجره قنبله باون باربع لسانات او 3 لسانات، سمعت له تفليش، هسه راح تسمعون وتشوفون. هذا صغير مخلف تخريج عدل 100%، طير مال جنية، طير يسوى. شوفوا هذا ديله يدرج بيه بعد. هذا رقم 3، تحياتنا لكم.